أنواع متعددة من السمك منها المحلي والمستورد، تختلف أشكاله وتتراوح أسعاره بين 20 و30 دينارا فما فوق. حركية كبيرة وإقبال على غير العادة، فكثيرا هم من يقبلون على المزاد العلني لشراء حوت العيد. هذا المشهد وفي هذه الفترة، فترة ما قبل العيد من كل عام، يستفرد بها سوق الحوت بولاية صفاقس لأعداد الأكلة التونسية الصفاقسية لعيد الفطر والمسماة بالشرمولة. هذا الطبق يتم استهلاكه مع سمك مملح بمختلف الأنواع. توا احنا صفاقسية إذا ما يشيش حوت ماله يعمل شرمولة مش عيد عنده. المناني، البوري، الغزال، هذه هي أنواع السمك الأكثر رواجا بالسوق. ولئن بدت أسعارها للتاجر وللبعض معقولة وأقبل على الشراء، إلا أن هناك من يراها مرتفعة واقتصرت زيارته على المشاهدة فقط. أنا تو عندي 3 سنين ما نشريهاش حوت الملح، أولا كونجيلي، وثانيا ما عادش يتشرى غالي، والشعب تونس وين وين الفلوس؟ ما عادش مع فلوس. الأسعار والله باهية، ما تقولش هكا اللي غالي أصلا. شريت شلبوط، شريت كعبة مناني الشلبوطة، الكيلو ما يقابلش زاد من 5000 فرنك. في الظرف الراهن بالنسبة للحوت المالح هذايا كيما تسعير تعملوه كيما تسعير تصنع، فهمتني؟ وزارة التجارة تسمح معناها الموردين باش يجيبوا الحوت المالح هذايا من النرويج، وعندنا شركة في تونس في صفاقس بالذات معناها جابت الكميات حسب حاجيات استهلاك في صفاقس حوالي 70 طرنات تاع الفيلي والبكالاو. الأسعار كيما عاملين 22 و 22 و 490 بالضبط، معناها 22 و 500 ديما في اغلب الظن. معناها هذوما يتباعوا في الفضاءات التجاريه الكبرى وفي المحلات التجاريه معناها العاديه، فهمتني؟ وبالاضافه لذلك ثم الحوت المالح اللي هو معناها الصنع المحلي تاعنا معناها، فهمت؟ السوم رمزي حتى 7.5 فهمتني، بالنسبه للغراب 7000 فهمتني، مناني من 10 من 9 حتى ل 11 و 12. انواع واشكال الاسعار ماهيش زايده ياسر، حكايه 500 فرنك ما كثرش. الاسوام تشي متقوله طايحه لدرجه غريبه، هذا عرفت شي مناش بلادنا دخلت في بعضها. فما الفار زون 10 دينارات 15 دينار هكا، فما المناني من 15 لل 40 50 دينار الكعبه، كعبه فيها 3 4 كيلو. فما الحناش كعبه 5 دينارات 7 دينارات. غرب 7000، المناني من 10000 حتى ل 12، البوري المستورد من 7000 حتى ل 6000 8000، المناني ب 12. شنو اللي تحب اخر الاسواق؟ ماكل اكل مجد. الفار من 10 حتى ل 13. هذه سلعه اليمن وسمح، لكن معناها فهمت ما ثمش هكا اللي معناها تضخم في الاسعار مقارنه بالعام الماضي ولا باللي قبله. أكد معظم التجار كساد السوق لهذه السنة وضعف القدرة الشرائية للمواطن، معتبرين أن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الراهن الذي تمر به البلاد هو سبب تراجع القدرة الشرائية زيادة على نفقات العيد. فكثيرا هم من يفضلون شراء السمك المستورد دون السمك المحلي لانخفاض سعره. ما ثماش واحد ولد بلاد ما يحبش حوت ولد بلاده، فهمتني؟ أما بالضرورة في أحكام انسان كي مش تمشي توكل القاروس البلدي تلقاه ب 30000، القاروس المربي مش تلقاه ب 10000، فهمتني؟ المناني اللي جايبينه من برا ب 11 وب 12، اليوم المناني البلدي تباع ب 34000 و 35000 بالقرو. مواطن في صفاقس خاصه ولا يقبل على الحوت المستورد بصفه كبيره برشا، فهمتني؟ تدهور المقدره الشرائيه المواطنين الكل، ويأثر علينا احنا ويأثر على الناس الكل يأثر. عملوا ثم الاقبال خيرات معناها امريكا كل شيء سنه قاسين كفشين العباد معناها ممكن على فوضى في البلاد وعلى المشاكل هذه مش حابين يسيبوا روحهم العباد. على الاقل على الاقل نقصوا على الاقل 50% بين عبناه ولسنا. نظرا للظروف المعيشيه نتاع البلاد والناس واقفه، الناس ما عندهاش فلوس، الناس بطاله، ما فماش اقبال وما فما حتى الامكانيات تاع المواطنين ماهيش قادره على باش تاخذ الحوت، بالرغم انه الاسواق مقبوله. الوقت هذا السوق نتاعنا ما تنجمش تدخله. توا تبارك الله تغسل العباد 4 من الناس في السوق. نقصد ما بقاش ثم بيع، ما ثم جلب، الناس تنجم تفرج فيها من الوكاله هنا الدوران يتفرجوا برا. هما بيدهم تعبين ما عندهمش فلوس، مين يخلق لك الفلوس؟ ما ثمش. احنا اللي كان يصور نقولوا 70 ولا يصور 125، اللي كان يصور 100 ولا يصور 35. صحيح الاوضاع السياسيه هي اللي ماثره على الشيء هذا. 8 ايام على العيد.
هكا مناش توا كتجي للزوالي واقف حق ربي العالمين. ياسر 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 يا خيتي ياسر، هذا هو اللي خلانا في ازمه احنا، المشاكل هذه اللي خلتنا في ازمه. اما عمناول ما شاء الله من كل شيء كان مغطي، اما توا لا يا خيتي. الشيء هذا والحوت هذا ما يدخل تونس بطبيعة الحال إلا عن طريق مراقبة صحية، ما يوصل يتباع معناها ويتعرض يدخل حتى لتونس إلا ما يتعرض لمراقبة صحية، وبطبيعة الحال ثم متابعة زادة على مستوى الميدان، فهمتني؟ زادة ثم المتابعة على مستوى الميدان بالنسبة للحوت المالح اللي هو المحلي، فهمتني بتاعنا معناها، وثم مراقبة، ثم فريق صحي بطبيعة الحال بالاشتراك مع فريق مشترك مع وزارة التجارة بطبيعة الحال. يراقبوا المنتوجات هذه على مستوى الميدان خاصة في سوق باب الجبلي، خاطر تقع عملية البيع ديما بكثرة بصفة مهولة معناها في المنطقة هذيك، ويراقبوا زاد المنتوجات هذه إذا كان معناها غير معناها صالحة للاستهلاك يقع إتلافها، ومؤخرا وقع معناها كمية بوا مش برشا، فهمتي، إتلاف منتوجات من النوع هذا، وإحنا ديما في خدمة المستهلك، وعندنا زاد كيف كيف ماذا بينا المستهلك زاد إذا كان ثم إشكالية يلاحظها ولا يشوف معناها حوت غير صالح للاستهلاك يتصل بالرقم الأخضر 80 100 191، وإلا بالإدارة الجهوية للتجارة 74 405 210، وإحنا لازمته. هذا الوضع لم يقتصر على بائع السمك، بل طال أيضا جزارات السوق، حيث تكدست بضاعتهم رغم تنوعها وكثرتها، وانخفض معها معدل شراء اللحوم الحمراء، آملين في الأيام القليلة القادمة إقبال المواطن ليعوض اللحم بالسمك على موائد العيد المبارك. بالطبيعة نقص شوية جبد على اللحم لأساس حبة تأخذ شوية العباد، شوية لحم وشوية عادات الصفاقسية بالشرمون ومن الحلويات، نقصد خدمة شوية أنا نقصد، وترجع من 27 حتى ليلة العيد تمشي شوية شوية باهي. لا السلاميت تراجع شوية، أما الدجاج عادي العباد ديما تستهلكوا شربة وتطيب وكل، أما السلامي يرجع. العباد الكل تو من لوجع الحوت المالح، لوجع الشرمولة، لوجع على دبش العيد، معروف هذا. أيام قليلة تفصلنا على عيد الفطر، ولا العيد بولاية صفاقس نكهته الخاصة، لكن غلاء الأسعار لهذه السنة أثقل كاهل المواطن وخلق كسادا في السوق، زيادة على احتقان الأوضاع بالبلاد، فهل ستكون هذه العوامل سببا في تراجع إحياء العادات والتقاليد ببلادنا؟